السلام عليكم. ملي كندخلوا الموقع ديال المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي FMPS، كنلقاو باللي راه بصح كتقلب على مربيين ومربيات جداد، بالإضافة إلى مدن أخرى. لهذا غادي نمشيو نكتشفوا هاد المدن، وغادي نكتشفوا مرة أخرى الطريقة الأمثل اللي غنتسجلوا بها، وباش تزيدوا تاكدوا واش بصح كاينه مباراه ولا ما كاينش، كنمشيو للموقع كنضغطوا على الموقع المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي. اذا كتعطينا اخر ما كاين، يعني لي زوفر الاخرين ولا العروض. كنلقاو التسجيل هنايا، عندنا 2023، عندنا بالعربيه وكذلك باللغه الفرنسيه. هنا عندنا اعلانات اللي هما سابقه، يعني قدام. الى جينا نشوفوا التاريخ ونقارنهم، يعني كل اعلان والتاريخ ديالو. هاد الاعلان هذا اللي كنسولوا عليه واش كاين ولا ما كاينش، كنشوفوا التاريخ تلقاو 17/3/2023، يعني عاد جديد، يعني طلونصا اليوم. اذا هاد الشيء كاين. دابا شنو خصنا نشوفوا؟ خصنا نشوفوا المدن اللي طالبين او الاقاليم. ملي كندخلوا الموقع دائما كنلقاو هذا النص هذا اللي هو التسجيل في مباراه التعليم الاولي 2023، تعلن المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي FMPS. دونك هاد المؤسسه هي اللي مسؤولة على هذه المباراة، عن التسجيل في مباراة التعليم الأولي لتوظيف مربيات ومربي التعليم الأولي 2023 لإفادة الأطفال العالم القروي. هنا عندنا العالم القروي، يعني بالنواحي، يعني اللي كنا كنهضروا على مدينة مثلا أكادير، راه كنهضروا على النواحي ديال مدينة أكادير. يعني بالنسبة للشروط، الشروط مازال هي شهادة البكالوريا فما فوق، السن ما بين 20 سنة حتى 35 سنة، أن يكون المترشح من أبناء الدواوير المعنية أو الدواوير المجاورة. وإذا كانت عندك شي مؤهلات ولا شي حاجة حتى هي تدخلوها، إيجاد اللغة العربية والفرنسية إلى آخره. المهم هادشي ما عندوش شي اهتمام، ما عندوش شي حاجة كبيرة، ولكن الشروط الأمثلة هي السن والشهادة هما اللي كيركزوا عليه. هنا بالنسبة شنو خص تكون، خص تكون ديجا مسجل في لانابيك. من بعد كما كتشوف هنا غتقدم الترشيح ديالك للوكاله ديال انابيك. هنا كتجمع الوثائق المطلوبه اللي كتشوفها كامله هي هنايا، كتجمعهم وكديهم للوكاله، الوكاله ديال انابيك، وانت راه ديجا راك مسجل. فوالا، هذه هي الطريقه ديال التسجيل. دابا غادي نشوفوا، المهم المهام راه معروفين، يعني بلا ما نشوفوهم ولا نعاود نقراهم. غنشوفوا دابا الاعلانات الحديثه، يعني المدون اللي تزادوا جديد شنو هما. كاينه 47 ايديكاتور، يعني مربي ومربيه بالدريوش، 150 بتين غير، 39 بمكناس المنزه، 9 بصفرو، 12 بتطوان، 1 بأكادير، 48 بفيكيك، 55 بالناظور، و 58 بتوريرت. الا كانوا شي مدون هنايا وحيدهم هادوك، يعني راه عمرو، يعني المناصب ديالهم ما بقاتش صغيره. فوالا، هادشي اللي كاين، وبون كوراج.